متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة عن بحر العرب، ذلك البحر الذي ينشط في هذا الوقت من العام في نهايات شهر مايو وبدايات شهر حزيران شهر يونيو. هذا البحر الذي يجلب معه ويخبي معه يعني بعض العواصف وربما حتى الأعاصير التي تضرب الدول والمناطق المحيطة حوله، ولكن ليس في كل عام، ولكن أيضا ليس في كل عام ينشط البحر أصلا. لكن اليوم بدأنا برصد نشاط لسحب ركامية كثيفة في القرب من جزيرة سوق قطرة اليمنية وفي أواسط الجزء الغربي والشمال الغربي من بحر العرب. هذه السحب الركامية الرعدية هي مدعاة للانتباه بسبب كثافتها وحركتها في الأوقات الحالية، والتي تجعلنا نراقبها بشكل كبير وعن كثب لاحتمالية تطورها إلى ربما اضطراب المداري ثم منخفض المداري ثم ربما عواصف مدارية في الأيام القادمة. الآن نراقب هذه المنطقة، منطقة اضطراب مداري موجودة قرب منطقة سوق قطرة، هي لم تصل إلى ذلك الحد لكن ربما تصل إلى اضطراب مداري، هي تجمع لعواصف رعدية. لاحقا بعض النماذج العددية تشير إلى ربما الجزء الشرقي من بحر العرب تجذر به الانتباه بدايات شهر يونيو لنمو سحب ركامية رعدية والتي لاحقا ربما تتحول إلى منخفضا وعواصف مدارية. ولكن خلال هذه الفترة هذا التجمع من السحب الكثيفة ربما يتحول إلى اضطراب مداري أو حتى منخفض مداري قريبا خلال الأيام القادمة، وإن حدث ذلك فهو قد يؤثر على هذه المناطق المحيطة. نتحدث عن مناطق في بحر وخليج عدن، المناطق القريبة من صلالة المكلا في اليمن وصلالة في عمان، وحتى المناطق القريبة من الصومال، ذلك الجزء الشمالي الغربي الشمال الشرقي من الصومال. هذه المناطق جميعها هي مدعاة للانتباه في حال تشكل وتطور هذه السحب الركامية، تطورت إلى منخفض مداري أو حتى عاصفة مدارية. ربما هذه تلك المناطق التي يجب التفكير بها والتركيز عليها من احتمالية تأثرها بهذه الأحوال الجوية المدارية المضطربة. لكن دعونا نتعرف ماذا ترسم النماذج الجوية العددية. النماذج الجوية العددية هي عبارة عن تنبؤات حاسوبية تحاكي إمكانية تطور هذه السحب الركامية الرعدية وماذا سيحصل لها في المستقبل. هل ستتطور لعاصفة؟ هل ستتطور لإعصار؟ هل ستتطور لمنخفض جوي مداري؟ وأين ستذهب؟ وأين سيذهب؟ وأين تكون هذه المسارات لهذه الفرضيات؟ نبدأ أولا بما يسمى بالمركز الأوروبي، وهو نموذج عددي من النماذج الجوية المعروفة برصدها وتنبؤاتها الجوية. فكما نلاحظ أيضا هذه جزيرة سوق قطرة وهذا الاضطراب المداري. غدا أعود وأكرر، ربما لم نصل إلى ذلك الاضطراب المداري، ولكن هذه السحب الركامية الرعدية المتواجدة بالقرب من جزيرة سوق قطرة يرصد ذلك النموذج وجودها غدا الأربعاء. الخميس تكثف هذه السحب، تصبح قوية أكثر، تقترب شمالا، تتجه باتجاه السواحل المحاذية ما بين اليمن وعمان. تلك المناطق تصبح تتدفق لها بعض السحب التي قد تجلب معها بعض الزخات من الأمطار، وهي سحب تكون زادت من الكثافة. حتى يوم الجمعة كما تحضن يصبح مكان هذه السحب واسعا وأكبر من ناحية المساحة الجغرافية بمشيئة الله تعالى، وتغطي مناطق واسعة من تلك المناطق، وهذا ينذر بفرصة وإمكانية تطور أكثر حاصل. وهذا ما يشير إليه بالضبط ذلك النموذج الجوي العددي، وهو المركز الأوروبي الذي يشير إلى تطور هذا المنظومة من اضطراب مداري إلى منخفض مداري يوم السبت المقبل. هذا منخفض مداري يتمركز تقريبا في المنطقة ما بين عمان واليمن، ويصبح في هذه المنطقة، وبالتالي يجلب أمطارا للمناطق المحيطة له، تكون أمطارا غزيرة وتبدأ الرياح بالنشاط. بعد ذلك لا يؤخذ تماما بما تفترض به النماذج الجوية إلى سوى الاستئناس ومعرفة ماذا ممكن أن يحصل. وما يحصل هنا بالمركز الأوروبي أنه يتطور ربما إلى عاصفة مدارية أو حتى درجة أولى من ناحية إعصارية، من إعصار درجة أولى إعصار مداري، ولكن لا يمكن الأخذ بذلك بعين الاعتبار الآن. لكن كما تلاحظون في هذه المنطقة هي منطقة معرضة لذلك التطور بمشيئة الله تعالى، ويوم الاثنين يتحرك عكس المسار المتوقع الذي ظهر يوم الأحد. تطورت العاصفة من السبت إلى الأحد هنا، ثم
تتحرك باتجاه الجهة الأخرى يوم الاثنين، وربما تبقى هذا الاضطراب ويتطور إلى عاصفة وربما يتطور إلى إعصاب درجة أولى، كل ذلك في هذه المنطقة ولا يحدث أي شيء آخر، وتهطل الأمطار وتكون بعيدة عن السواحل ولا أحد يتأثر بهذه المنظومة أصلا، ولكن من يدري؟ فهذا الأمر جدا يكون متغير ويحتاج إلى متابعة حثيثة وإلى تغييرات كبيرة. وننتظر طبعا المصادر الرسمية مثل المراكز الخاصة برصد المحيطات والأعاصير في هذه المناطق بما فيها الأرصاد العمانية التي قد تصدر قريبا بيانات توضيحية إلى أين يمكن أن تتجه الأمور. ولكن حتى يعني أطلعكم على مقدار التغييرات الكبيرة في توقعات هذه النماذج العددية، نذهب إلى نموذج جوي آخر هو المركز الأمريكي الذي يرى الأمور مختلفة نوعا ما. يرى غدا الأربعاء إلى امتداد هذه أو تواجد هذه السحب الركامية الرعدية الماطرة بالقرب من جزيرة سقطرى، ثم تمتد شمالا كما تلاحظون تصل بعض المناطق القريبة ما بين اليمن وعمان. هذه الخريطة متوقعة يوم الجمعة. يوم الجمعة يتوقع أن تكون هذه المناطق يعني تحت تأثير مباشر لمنخفض ربما مداري ما بين اليمن وعمان، تلك المناطق القريبة من صلالة وتلك القريبة من المناطق تقريبا الشرقية من اليمن. وماذا يحدث؟ أنها تتطور تلك إلى ربما عاصفة استوائية أو عاصفة مدارية في هذه المنطقة، وتكون مصحوبة بأمطار غزيرة تستمر بالدوران في ذات المنطقة وتؤثر بشكل مباشر على السواحل، ثم تبدأ بالتحرك غربا لتجتاح أجزاء من جنوب وشرق اليمن وتستمر بالدخول باتجاه خليج عدن كما تلاحظون وأجزاء من اليمن. هذه فقط لإطلاعكم بأننا الآن نراقب وجود احتمالية لتطور حالة مدارية في بحر العرب، تركيزها الأساسي ينصب على المناطق القريبة من غربي عمان شرقي اليمن، وربما لا تدري أحيانا تتحرك هذه العاصفة باتجاه الصومال أو خليج عدن. هذه المناطق جميعها الآن تحت المراقبة، سنرى ماذا سيحصل خلال 24 ساعة القادمة، عندها سنلتقيكم مرة أخرى ونفيدكم بآخر التطورات الجوية. إن كنتم تودون مراقبة هذه العاصفة بشكل مباشر يمكنكم الذهاب إلى موقع طقس العرب الذي يعني من خلاله عبر صور الأقمار الصناعية يشير لكم توقعات الأحوال الجوية بأول، أو من خلاله يمكن مشاهدة صور الأقمار الصناعية أولا بأول، أو ربما عبر تحميلكم لتطبيق طقس العرب أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.